عريسنا يا بدر فادي دامت لياليك السرور، عريسنا يا عطر زاهي غطى على كل العطور. عف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. وعريسنا يا بدر فادي طابت لياليك. الله يوفقك يا ابو ناصر، الله يجزاك خير. ومعليش يا جماعة الخير، سلام عليكم، مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. جينا لا هم متصل حجوزات المعذرة يا جماعة، جينا والله ما فضينا للسناب وللتصوير، رحنا مع غازي ونخلص بعض الأمور ونجهز بعض الفرق الشعبية. وش لأبوك حط أبوك استاهل والله، يتمم له بخير إن شاء الله. أثرها عن العروس هذه رجال، ما هب عنا ما جاك شيء يصبر ولد الإنسان تبي ترتيب الحفل وبروتوكول استقبال الضيوف والامور ازهله عندي. بيض الله اما علوم الشده شيل ابوك حط ابوك، العلوم اللي الثاني انا ما اعرف لها. شوف شوف ابو حشره مخلد متاهلين تفاهم معه. بسيطه يقول والله بسيطه. شفت اللي اختار ماكل اللي هو اللي شريته واللي جبته شهرين ما يكمل غير هو برا من الاثاث ومن ايش هذا؟ من اختار لك الطقم هذا؟ الكنب هذا غبي والدولاب هذا غيره، وغرفة النوم غير مناسبة. لا أجل أنت مرت عليك يا أبو حشرة. والله العظيم إني ما كملت سنة عندي شيء من اللي شريته كله غير هو برا. أبو حشرة بإذن الله لا أذكر بالخير. أبو حشرة أنت يا أبو حشرة عشان تمون عليها قلت غنم أبوك كم؟ من غازي وش بيقول؟ كيف؟ عشان تسوي كذا اول ما تقابله تبي تفتحها في موضوع ادمي لا تعرفه ولا يعرفك ودوب قابلك. اقولها زي ما قال أبو حشرة، غنمكم كم؟ ما عندهم غنم يا بهيمة. هم عندهم غنم؟ اه والله ما عندهم. طيب وش بدك تقول لك ما عندنا غنم؟ تمكن تكمل الموضوع. انقفل الباب. بعدين يا غازي الزواج كم باقي يعني؟ باقي ابو ربيع، انا ما صرحت بس بصرح الليله. ايوه. باقي شهر وثلاث اسابيع 2/2/2022 رقم مميز ما شاء الله ما شاء الله. 2/2/2022 بالهجري 1/7/1400 وما ادري ما شاء الله. الله يطرح لك البركه. والله تدري كم بس اصبر خلني ادري كم. هاي يمديك تفكر كيف تفاتحهم في الموضوع وكيف تمون عليه. لا الغنم احس انه من بالنا، يبي لنا واحد ثاني بعارين. وبعارين ويش؟ ومنافخك علانا. لحظه لا تتكلم لا تتكلم. والله اللي قلتها هذه انك رضى اللي برا يظل في السطح مثل الرجال. السطح هذا السطح يمكن في السطح هذا يمكن يروح في البدروم. بسيطه رحم بسيطه، اجيب له ذهب وجوال وخلاص نقفل. أدري عاد أنا كم سنة دخنت؟ 12 سنة وأنا ما تطفي الله يعفي عنه. أسألك بالله ملبور وش؟ ما ختمتها كلها. أبو بس؟ أبو بس ملبور ودنه الأحمر دنه التراب كلها حطيتها على بعض. فكني الله منها قبل كم سنة؟ فكني الله منها الحين تقريبا في 7 سنوات. يا ربي لك الحمد والشكر. وإنهم يقولون راح الدخان ما يترك. لا والله يتركه لي صمل. تركه هو راعي الدخان مع بلا مع الشيطان يشيله. تدري اني من يوم اقوم من الصبح الله يعفي عني وانا اخلاقي هنا عند راس خشمي، واللي هرجني ايش عندك؟ بعضهم حتى اللي قال سلام عليكم عاين فيها هذا الشباب. طيب والبوفيات اللي سرحت عليها العمال تهاوش انا وياهم عشان الشاي. فك الكيس رد الكيس لازم شاي ثقيل مع الصبح. طيب كيف فرق التجربه؟ فرق سمعنا الارض ارتحت شميت العطر من اول ما شم العطر هذا ولا اعرف ريحته اصلا. والفلوس جا فيها بركة. ايه انا يا اخوي انت ما تركب لازم تكب في السيارة قطعة. وش تعامل نفسك معاملة ايش؟ نقطة من الكافي كذا بس ماني وين راح قاعد ادورها من اليوم. لا حول ولا قوة الا بالله. احنا ترانا في الشارع في الخط العام وتقشع ثيابك وحالتك حالة ولو تنظفها الحين ونشري حاجة قدام نشرب على طول. ما على طول انا ما علي من ثوبك. تدري وش اللي علي منه؟ عطيت الله الجي. والله ويش والله ويش والله ويش. ها اسمع يا بربيع انا لا تحسب علي ترى في العشاء تراني مالي فيها. والله ترى بصفن هذه كلها. والله يا غازي اني مالي فيها بس تدري عن حال
خلها السلطة هذه بس ما غير علشانك حيم منك. طلبت لك أنتر كوت وطلبت لك أنترتيكر. أنترتيكر هذا مصارع في أمريكا. لا لا هذا الحنوتي يا ذي الخلي قلب عيونه. أنا مسوين تشنج دايت. شوف غازي ما يقول تشنج غير الطاولة قال تشنج تشنج هذه غلط ما تركب مع ذي لا بالله ما تركب. طيب تشنج سكول. سكول هذا مدرسة نسوي دايت نسوي عملية تخفيف كذا كذا نسوي تكميل. الله يسعدي يا شيخ. الله العظيم انه تحفة هذا العم حاره.